السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يا جماعة شير شير مشاركات عشان أطمنك وأديك البشريات وأديك الحاجة الحقيقة، ما أديك الطلس، ما أكذب عليك. الناس اللي معاي 4 سنة 5 بيعرفوني، كان بديك صح ولا بقول غلط ولا بقطع، أنا بديك الحقيقة وبقول لك الحقيقة، بفرحك بالصح ما بفرحك بالغلط. ادونا شير ادونا ملصقات. قبل ما نمشي يا جماعه للميدان والحاصل، الناس دايره تعرف مدني. مدني الحاصل شنو؟ مدني الحاصل شنو؟ انا بديك الحاصل في مدني. انا قبلك لما كتبت لك قلت لك الله اكبر وعملت لك علامه النصر، والله العظيم كنت مبسوط، يعني مبسوط، ما حبيت اشيل الفرحه دي براي انبسط، لكن كنت ما اقول لانه في لحظتها ممكن الخبر يضر ما ينفع. انا بقول لك الحقيقه، دخل جيش مدني. شفت انا بكتب لك في دي، الجيش دخل مدني اكثر من 150 تاتشر، اكثر من 100، انا اقل حق 150 خد عليها وقدام وانت ماشي. كمية بتاع الجيش دخلت مدني، جيشك الآن أنا بقولها ليك، أنا خدتها مني، جيشك الآن جوا مدني، جيشك الآن جوا مدني، جوا مدني عديل، جوا مدني. ما تسمع طلص، أنا بقول ليك لما كتبت ليك الله أكبر والله جيشك جوا مدني، جيشك دخل مدني. ويا جنجويد والله إلا كان تطيروا، وأنا قلتها عليكم إلا كان تطيروا، وأنا قدر كلامي والله إلا كان تطيروا، والله إلا كان تطيره. لأنه الجيش لما انطلع ما ده ما قرار بتاع، ده ما قرار بتاع حرب ولا قرار بتاع انتصار، ده قرار بتاع صورة فيديو يومين ثلاثة يتصوروا ويطلعوا. حتى الجنجويز ذاتهم عارفين الكلام ده. في جماعة مارقين لاقونا الجنجويز أرجعوا، مالكم مارقين أرجعوا، احنا كلها 72 ساعة بنشفشف ونطلع. لكن قبل ما تشفشف وتطلع، الليلة بتشفشف، الليلة حتشفشف. مدني دي والله تبقى لك نار جهنم، والله شلته كله تطلعه. أنا بقول لك الحقيقة، الآن مدني فيها جيش، كمية كبيرة بتاع الجيش، جا من وين والله عارف، اتحرك بوين عارف، دخل والله كله عارف. بقول لك الحقيقة عشان ما تتطلص وتتغشى وتتخدع. الآن عندك جيش كبير جدا 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 في مدني، وغير الجيش الدخل الليلة لما أنا كتبت لك البوست، وأقسم بالله في جيش دخل باتجاه تاني، وفي جيش باتجاه ثالث، وفي هيئة العمليات قافلة الكوبري لا داخل لا طالع. يعني الناس دي اللي يطلعهم فوق يطيروا السماء، يقدوا السماء يطيروا، لكن يطلعوا كده والله كذابين، والله كذابين. عشان الشغلة يا جماعة وهي واضحة، الجيش القدر انتصر على الناس دي لما كانوا جاهزين 100%، والجيش ما كان جاهز، مستحيل الجيش ينهزم بعد ما الناس دي بقوا حطام، مستحيل، من سابع المستحيلات الجيش ينهزم بعد ما الناس دي بقوا حطام، بقوا هياكل عظمية. الناس دي الآن هياكل عظمية، الآن ناس ما عندها قيمة، ناس تافهة، ما عندها خطط، ما عندها قائد، القائد بتاعها همباتي حرامي، الغايد بتاعه ما عنده علاقة بحاجة اسمها عسكرية ولا حاجة اسمها جيش، بيعرف المريسة، بيعرف العبار بيكم، بيعرف يسرق، بيعرف يتلب الحيط، بيعرف الهنايات، لكن ما بيعرف حاجة اسمها عسكرية ولا بيعرف خطط ولا بيعرف كلام زي ده. بيعرف يشتري، بيعرف يشتري الناس الرخيصة، بيعرف يدفع القروش، بيعرف يودي الناس لأهله، بيعرف يدخل الناس على عرضه، بيعرف يودي الناس لشرفه، بس ده اللي بيعرفه، لكن ما بيعرف حاجة غير كده. عشان كده المعركة بالنسبة لنا مش كانت صدمة، احنا واثقين انه طالما في دولة كانت موجودة اكيد حيطلع خاين. وسع الليلة لو خلصنا من الخيانة دي، تاني اتوقع حيكون في خاين. وثالث ليه؟ لانه الدولة كانت سايبة، لانه الناس كانت رخيصة، لانه في حاجات بتتم الا عن طريق الهالك حميتي، الدار سافي للضابط، الدار يمشي السعودية لازم حميتي اديه الاوكي، لازم حميتي يعمل له توصية، لازم حميتي. عشان كده معظم الضباط الحياة المعيشية جبرتهم، وفيهم اساسا هو مجبور طبيعي باعوا، ودي حقيقة، زي ما العساكر باعوا، زي ما المواطن باع، الجيش ما منزه ولا من نازل من السماء.
فيه الصالح وفيه الطالح، فيه الناس اللي ما رضت والناس اللي ما بتقبل على أولادها قرش حرام، وفيه الناس الباعت. عندك الآن عساكر 6 شهور 7 شهور 8 شهور ضباط وجنود، 8 شهور ما مشوا لأهلهم، 8 شهور قاعدين بيأكلوا عدس 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 عدس، 8 شهور ما شافوا أولادهم بعينهم، 8 شهور ما بعرفوا ناس بيتهم عندهم شنو، 8 شهور ديل ممكن الواحد كان يبيع وممكن يقبض الفئة الحسنة ويمشي، لكن ديل مثال للشرف. زي ما في طالح في صالح، ودائما الخير أكثر من الشر، الخير بينتصر أكثر من الشر. عشان كده أنا اديتك الخبر بتاع الله أكبر، مدني دخل جيش، مدني الآن أمسكها مني أنا سجلها على لساني، أنا مدني الآن جوا كلها جيش، كطيب البرة قاعدة جوا كلها، حياة العمليات كلها، جزء من أبو طيرة كمية كبيرة من أبو طيرة جوا، والآن دخل الجيش، دخل جيش حدادي مدادي، جيش حدادي مدادي، والغايد يتغير طبعا. بقى اللي هو الربيع، اللي هو الربيع ده قال لك نسخة تيبيكال من هارون، قال لك زول حاسم، زول لا بيعرف لف لا بيعرف دوران، مشهود له بالنزاهة، مشهود له بالأمانة، مشهود له بالوطنية. ده الناس الضباط الصغار بيشكروه، العساكر بيشكروه، الضباط الكبار بيشكروه، اي زول بيشكروه زملائه بيشكروه ناسه وكلهم بيتكلموا فيه كويس، انت خد فيه تمام كويس ما عليه. ولكن بتاع مدني ده اقسم بالله جماعته كانوا بيشككوا فيه. انا لما طلعت قبل 7 شهور اتكلمت فيه، والله معلومات حقيقيه، اي حاجه قلتها فيه كانت حقيقيه. طلع عزام اخو كيكل بتلفون قاعد ما قبضه شايل سلاح، طلعه هو ذات احمد الطيب، وغير بتاع الاستخبارات اللي كان واقف له في حلقه، جاب له بتاع استخبارات تبعه، وعم واي جنجويد اتقبض فكه، اي جنجويد اتقبض فكه. ما كان عنده علاقه بالجيش، ولا كان عنده علاقه بالتامين، ولا كان عنده علاقه، داير البلد تبقى فوضى. وظاهر عليه لو شفت في سيما وفي شكله ظاهر على عميل، ولا ذا الا ذول يقول يقبضوا، فبس عيونه تعالى كده مكتوبات عميل. دي ما دائرة 2-3، ما 2-3 ولا شيء. الآن مسك ربيع، لما نطلع بيان من الجيش معناته نحن صح. في ناس طبعا قبلك لما كتبت البوست بتاع البرهان والناس احنا ديل ما نسق فيهم، في ناس قال لي اي بيكتبوا لي طبعا لا لا، والآن احنا شك صف صف شنو الجملة تحت القحاطة دي، بيقول لي لو كنت معاي 24 ساعة وبالشير لي بحزرك. ما في حاجة اسمها هنا شك صف، ده وطن، وطن يمشي بالطريقة الدغري 1-2-3-4 ويمشي بالنزاهة والأمانة والمصادمة، يا ما في وطن. انت ما بتجيني تجيني بنفس الجملة الكئيبة البائسة اللي ما عندها قيمة بتاعت نشق الصف، ما في شك صف، بالعكس انت ما عارف حاجة. احنا اللي بنقوله ده يا هو بيثبت المؤسسة العسكرية، اللي بنقوله ده يا هو بيحافظ على المؤسسة، لانه جوه قدام الجيش ده في انت ما عارف الحاصل شنو. الآن الحصل من هيئة العمليات ليه خالفت؟ خالفت التعليمات في مدني ليه؟ وتاني حتجي لو حصلت حاجة ممكن يخالف الجيش كله، وممكن الجيش يتشك ليه؟ لأنه ما في بقى الثقة. إحنا لما نقول اعمل كده ما بنقول ساي بس زيك، أنت فاكر بس كونك تصفيك أنت كده داعم جيش، أنت ما داعم جيش، أنت كده بتفرتك في الجيش، أنت كده بتدمر في الجيش. الجيش ما شخص ولا فرد، الجيش مؤسسة عظيمة عمرها 100 سنة، الجيش جاء قبل برهان وقبل أبو برهان وقبل جد برهان، الجيش موجود، الجيش مرة فيه نمير ومرة فيه عبود، مرة فيه الكدر وسوار الذهب، مرة فيه خيرة الضباط، الجيش مليان، الجيش ما واحد، الجيش مليان ضباط، المؤسسة الوحيدة اللي ما بتتأثر بيمش منه ويجي منه. 4 سنة آلاف الضباط شالون، آلاف الجنود شالون، ولا الجيش فيه. الآن جات المعركة، في سؤال أنا داير أجاوب عليه يا جماعة، لأنه الناس زي اللي بيتكلموا ساي يا جماعة، بقول لك الجيش ده كيزاني يا جماعة، أي نظام جاء عاد الجيش، أي نظام جاء مسك البلد دي عاد الجيش، أي نظام الكيزان ده عاد الجيش بطريقة ما لما فرتقوا الجيش طلعوا من الخرطوم ومحلات الجيش اللي هي السلاح النقلي وسلاح قلبوها محلات تجار سيارات، وفرتقوا الجيش برا وجابوا بدل الجيش ابو طيره. الجيش ما كان حق كيزان، بالعكس الجيش ما فيه ثقه لاي زول، الجيش بتاع وطن، الجيش وقت محتاج للوطن الجيش بتلاقي كان
الجيش هو بتاع الشعب، الجيش هو أول الانتفاضة، الجيش الممانعة، الجيش أي حاجة الجيش. يا أخي في ناس جو غيروا الاسم من قوات الشعب المسلحة بالقوات المسلحة. ليه؟ لأنه الجيش مع الشعب، الجيش ده حقنا. ما يقول لك الجيش كيزان، الناس أي زول شفت داير يحكم ودار يبقى ديكتاتور بيعايل لك للجيش ده لازم يفرتق الجيش. ليه؟ لأنه الجيش ما بيرضى. الجيش في النهاية بشوف الشعب يتململ، الجيش طوال يقوم. عشان كده جيشنا ده جيشنا ده يا هو الضامن لدولتنا، يا هو الجيش حقنا اللي بنعرفه، يا هو الجيش اللي قمنا تربينا معاه، يا هو الجيش اللي كان وقف معانا، يا هو الجيش اللي جيناس ده، الجيش اللي جيناس لقينا بيناتنا مشكلة، كنا مشتكلين، كنا مختلفين، فرقونا، لكن لما جاء وقت الجد لقينا جيشنا وهو لقانا. ودي الحقيقة التعب الناس، ودي الحقيقة المطلعة ميتين الناس، أنه الشعب السوداني الآن بيحلف بجيشه ودائرين يفقدوا الثقة في الجيش بأي وسيلة، بالإشاعات، بالطلس، بالدس، بالكذب، بالنفاق، بكل حاجة. وإحنا ما بنفقد الثقة في جيشنا، فقدنا الثقة في جيشنا نمش نموت تاني، لأنه ده الجيش الآن شفنا بيان بالعمل، شفناهم أولادنا في الشارع، شفناهم ضباط قدموا روحهم، عساكر قدموا روحهم، والله العظيم في أغلى من الروح. ناس يوم أول طلقة قاموا جارين شدتوا، ناس بيدعموا في الجنجويد للآن، ناس واقفين مع المرتزقة، ناس ما قالوا كلمة الحق، ناس ما وقفوا معهم. مستحيل ندعم لنا زول غير جيشنا. جيشنا ده مهما كان يا هو جيشنا، يا هو عزنا، يا هو تاج راسنا، يا هو رفع البلد، يا هو الحافظ عليها، يا هو السندة. والجيش ما برهان ولا كباشي ولا أي ضابط، الجيش مؤسسة مبنية على التراتبية. فاسد يمش يجي البعد وفاسد يمش. حصلت عندنا 500 سابقة ولا سابقة واحدة، الجيش ما بيتفرتك، الجيش بيحافظوا علينا. لما نلقى الزول الفوق ما تمام، لما انت تحافظ على جيشك بتمشي بتقول له شكرا لك عشان الجيش ما يتفرتك، لكن لما انت خليه الجيش بيتفرتك، الجيش بيتفرتك، لانه ده ما عنده صليح، ده دار يحكم بالرجاله، دار يحكم بالطلس، دار يحكم بالمجتمع الدولي، دار يحكم بالتنازلات، دار يحكم ببيع الانتصار، دار يحكم بتسليم البلد. ما همه، ما همه الجيش ينكسر ولا يتهزم، همه وانه يباركوا له انه يقعد في السلطه. انت بتجي تقول له الان ما وقته، وقته بتين بعد ما الفاس تقع في الراس، الاقيك وين تاني؟ نحلها كيف تاني؟ نجيب البلد كيف تاني؟ كيف تاني نقف على رجولنا بعد ما نقع ونسقط؟ هنا السقوط واحد، هنا ما في سقوطين. الجيش لما ينكسر انكسرت واحده ولا بتنيه، انكسر تاني ما بيتصلح. الجيش انكسر ما بيتصلح اصله ولا بيتصلح. الجيش المعنويات الجابة منا واليوم وتاني يوم وتالت يوم للآن باقي له وقود قدامه سايقاه للآن. الجيش المعنويات اللي من أول يوم ومن تاني يوم وتالت يوم ورابع يوم للآن هي مديه الانتصار ومديه البور. الجيش ما عنده، ما بينكسر مرتين. يعني أنا أقعد أمتحن معاك وأجرب معاك وأقعد أطاوعك في عقليتك الرخيصة وفي فهمك الضيق عشان الجيش يخسر، بعدين أجي أقول شنو؟ أقول بلحقه؟ ما بلحقه. لو الجيش انتهى نحن انتهينا، وطننا انتهى. ما تقول لي حنعمل جيش وما حيتعمل. غيرك كان شاطر، هذه افغانستان، هذه العراق، هذه اليمن، هذه ليبيا. اي ناس فقدوا جيشهم فقدوا دولتهم. فقدت جيشك فقدت دولتهم، وقدر ما يجي يعملوا جيش ما بينفع تاني، ما بينفع. اي جيش بتبني الان ده ما بينفع. الجيش بتاعنا المقاعد شنو التاريخ بتاعه؟ المئة سنة مقاعد، الماضي حقه مقعد، الكشف حقه الكبير، الناس اللي تخرجوا ده الجيش. لكن تجينا عشان احنا ننكسر ونجرب ونسكت ونمشي نجرب. التجربة ما حبابة في الجيش، جرب في اي زول، جرب في الشعب، جرب في لكن الجيش ما بجربوا فيه. الجيش انتصر انتصر، الجيش ما بينكسر، الجيش انكسرته بفورة. الليل انكسر خلاص الجيم انتهى. عشان كده ما تخلطوا لنا اصلا، ما تخلطوا لنا. احنا انتوا دايرين خايفين على حبيبكم البرهان، خايفين عليه وبتريدوه وبتحبوه، امشوا ليه وانصحوه، امشوا اقعدوا معاه انصحوه، قول لي يا برهان يا اخي الدوله السودانيه كانت محتاجه ليه ولا عساكر، ليه ما عملتون؟ الدوله السودانيه كانت محتاجه
لحالة طوارئ ليه ما عملتها؟ الدولة السودانية كانت محتاجة لقانون طوارئ ليه ما عملته؟ الدولة السودانية كانت محتاجة لأنها تجيب بعزة وكرامة وتقول للمجرم مجرم وتقول لدولة الشر دولة الشر وتطرد السفير حقها ليه ما عملت؟ لو جاوب لكم على الأسئلة دي بتلقون إحنا معاكم، بتلقون إحنا قطيع وباع وباع ومنا السباع، لكن ما عنده حاجة يجاوب لك، كل حاجة ما عنده إجابة للكلام بتاع، ما عنده إجابة، ما عنده إجابة. لو جبت أي زول قلت له تعال الحرب دي ناقصة شنو؟ بقول لك ناقصة كده ناقصة كده ناقصة كده ناقصة كده. دي الحقيقة. الناس ليه بيشوك طوالي؟ لأنه في مقدمات بتاعت شكك. المقدمات دي جات من وين؟ المقدمات دي جات من الأفعال بتاعت الطرف الثاني. نحن ما مننا، نحن قدمنا السبت والأحد والاثنين والثلاث والأربع والخميس والجمعة، قفلنا الأسبوع ودخلنا في الشهور يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر، كله قدمنا. هو قدم شنو؟ ولا قدم لنا العطل يوم الجمعة، ما قدمها ولا يوم الجمعة ما قدمها. يبقى إيه؟ نحن عدانا العيب. أنت عندك نصيحة؟ ما لينا نحن، نحن أصلا ما قصرنا. نحن كفاية بالضيق بالظلم بالاضطهاد بالذل بأي حاجة ضقناها، قلنا جيش واحد شعب واحد، رغم الإغراءات قلنا جيش واحد شعب واحد، رغم أي حاجة قلنا جيش واحد شعب واحد. نسينا أي حاجة؟ أي شيء نسينا؟ خلاص دي تكفي. الآن إحنا قدمنا كل حاجة، الآن الدور عليه، الدور عليه اللي بتريده ده، الدور عليه اللي بتحبه ده، الدور عليه اللي بتعبده ده، الدور عليه يقدم تنازلات بدل يعاين برا. نحن ما طالبين قروش ولا شيكات ولا دارين فلل ولا عربات، ولا طالبين وظيفة ولا طالبين نقاس من سلطة، ولا دارين مدنية ولا دارين ديمقراطية ودارين عسكرية زي ما هو داير. احنا دارين عسكرية ودارين ديكتاتورية ودارين نظام عام ودارين ودارين كل حاجة. احنا ما دارين، دارين عاين لي جوا ما عاين لي برا، دارين نعمل القرارات اللي بتمثل الشعب السوداني، دارين نحسس الشعب السوداني بأنه في دولة، دارين نحسس الشعب السوداني بأنه في دولة سودانية في هيبة الدولة، أنه في قانون بحاسب العميل، أنه في عميل انقبض وتطلق في راسه، أنه في خاين يتحاسب. احنا دارين كده، احنا ما دارين حاجة أكتر من كده. لا دارين نقاسم في سلطة، لا قلنا لا مش، لا قلنا لما دارينك، لا قلنا لقلنا لا قعد فيه يا مخلد لما تسلم لنكير، ما دارينا اشيل معاك الكرسي المغابر اصلا، ما دارينه ولا دارينا شاركك ولا دارينا نقعد في كرسي ولا دارينا نختار. احنا قصرنا؟ احنا ما قصرنا، بس دارين منك حاجة. قول لنا السفير ده اطلع برا، بتاع الامارات ده برا، السفير التشادي برا. دي صعبة؟ الامتحان ده صعب؟ مكشوف وسهل، اقطع علاقتنا مع دولة الشر، ما صعب. عمل لنا حالة طوارئ، انت ما لك عندك حرامية فاكيهم بيسرقوا، لو عملت حالة الطوارئ بيقبضوا، ما عندك حاجة. اعلن حالة الطوارئ، اعلن قانون الطوارئ. عندك واحد قريبك حرامي خايف ينقبض، اعلن حالة الطوارئ، ما عندك سبب. جيب حكام عساكر، انت ما لك ولا المدنيين، جيب العساكر، دي ناسك اخوانك، دي الناس كليتك الحربية، دي المؤسسة العسكرية، جيبوا لنا، احنا دارينهم، احنا مشتهين الوالي بتاعنا يكون عسكري، احنا دايرين، احنا دايرين، دايرين والي يكون عسكري، احنا الشعب كضابين. قول لنا اطلعوا ادونوا تفويض انه نجيب عساكر ونعمل كده، بنطلع بنطلع الناس بكره عشان تصدق انه الشعب كله داير عسكريه وداير وداير وداير. احنا ما عندنا مشكله، انت القاعد تسمع والقاعد تمش تتابع وتقول والله الان والان والان، وشق الصف، شق الصف منك انت ومن البرهان حقك، لانك انت لا واعي، انت قطيع وانت خروف، وبرهان ما واعي. لو برهان كان وعى كنا حنكون عبرنا الان وقطعنا شوط بعيد، والان بنكون بنحاسب في القحاطه. لكن برهان ما بعين للشعب، بعين لبرا، وبرا دي يا هو اللي ودته التوج. الناس دي لما بقوتهم ما قادرين يحتلوا ليهم كبري، ما قادرين يمسكوا ليهم غريه. الان بعد ما انتهوا كملوا خلاص، كملوا خلاص. الناس دي اللي جدد جليدهم 600 مره، الآن بدوا يمشوا في النيالة، مشوا الجنينة، لما بيو قوتهم وبعتادهم ما قدروا على النيالة، ادقوا فيها دق العيش، ادقوا فيها دق العيش، دقاهن اللي وياسر الشهيد ياسر، ادقوا في الجنينة، ادقوا في زالنجي، ادقوا كل المناطق ادقوا فيها. اشمعنا الآن بعد ما خلاص يجي نبقيت كل يوم محل ساي كده صدفة؟
صدفة تجيني تقول لي الآن الوقت محتاج. أها لو إحنا كلنا قاعد خلينا نسينا الكلام ده ودعمنا حنفقد باقي البلد، حنفقد باقي البلد. لو دعمنا على قطيعنا، على باعنا، على باع حنفقد البلد. الآن ما في أنت ما داير دعم الآن، الآن أنت داير الناس تعرف رجولة وين ويدينا وين. دايرين نقعد بالعديل دغري، دايرين القرارات، دايرين يجيب يأمن الولايات، دايرين العربات الداخلة دي من برا يشوف طريقة، دايرين الكوبري بتاع جبل أولي ينقفل، الناس زي بيفتحوه بالليل طيران لافي، الناس زي داخلين طالعين داخلين طالعين، وين الغيارة بتاعت غرفة ما في، الناس زي بيصلوا بعد ما الناس زي يخشوا حتى الطيران يصل. في شغل غلط، في شغل عفن، في شغل غزر، في شغل بتاع طابور واضح، ما داير زول يشرح، ما داير زول يقعد يطلع لايف عشان يحكي ليك، انت مفروض براك تكون شايفه قدامك. الان في الخرطوم الجنجويد ما تعمل لهم 100 جنجويد، ليه الجيش منتشر؟ لانه في تعليمات ما ينتشر. من منو؟ من الحسين، هاي من الحسين. المنع الجيش منو؟ هذاك 30 الف في حطاه بينزل والله بكره يستلموا بحري، والله يستلموه داير ما يدور بشرق النيل. اتحدى كذا الناس شرق النيل، قول لهم عندكم جنجويد؟ يقول لك والله ما عندهم سلاح، قاعدين شله بتاع الشباب بيلعبوا لودو، اولادنا اولاد الحي. ليه ما انتشر؟ لانه مانعينه ما ينتشر. ليه؟ لانه لو الجيش انتصر خلاص الكفيل بيعلقون. عشان كده لازم المعركه دي تستمر كده، تستمر كده، تستمر كده، تستمر كده، تستمر كده، تستمر كده، لما انت كشعب سوداني تقول الرو، تقول حقي برقبتي، تقول لهم اعملوا الدايرينه، شاركوا الدايرينه، يجيبوا الزول اللي بيجيبوا ليه تحت وصايتهم. لانه هم دي الحقيقه بيستفيدوا. شنو بيستفيدوا؟ انه بكون الزول تحت وصايته، الزول اللي بيجي ده تحت امرهم، الزول اللي بيجي ده بيكون تابع لهم. هتستمر الدوله الفاسده، هتستمر الدوله فاسده، وهتستمر بالميليشيات، وهتستمر اتفه من كده. في حاجات ما بتدسى وفي حاجات ما بتسكت، لو سكتنا عليها احسن ما نطلع. اقسم بالله لو انا اتجاهل الكلام ده افضل لي ما اطلع لايف، اقعد ساي بس اقعد اتفرج. لو انا ما بطلع بقول الكلام اللي بقول فيه وبقول لك برهان الان فيه شكك وفيه، والله المفروض ما اطلع لايف. اي زول الان ما بقول الكلام ده، ده ما صادق، لانه الشغله واضحه. ما داير لا لف ولا داير لا زول يكذب ولا داير لا زول يحلف. الشواهد بتقول كده، الميدان بيقول كده، الحاصل كله بيقول كده. نخالف ضميرنا ونخالف عيوننا عشان انت تيجي تديني لايك؟ يا اخ ما تديني احذرني، وتخش اي لايك بنبز لك ابوك وبنعلق ابو اهلك. ده وطن اكبر منك واكبر من برهان واكبر من اللي بتعبده انت. احنا بنعبد الله اللي خلقنا، انت بتعبد بشر، نحن ما بنعبد بشر. برهان ده يقول في الكرسي، الكرسي ده عنده ثمن، الكرسي ده ما مجاني، عنده ثمن، عنده ثمن. املى الكرسي ده، الكرسي ده بيملى بشنو؟ بالكلام المضبوط والكلام الصحيح. يا ريت انت لو داير بتحبه شديد وميت عليه تمش له تحنسه، تترجع ان نعمل الحاجات اللي احنا دايرينها. ما هو الدائره ولا كفيل الدائره، نحن الدايرينها، نحن الوطن، نحن العزه، نحن الكرامه، نحن السودان. ما برهان، انت دار تعبد برهان تصفيك وفيه والاثنين، تصفيك والاثنين. ما عندنا زول كبير الله، الله ما عمل لنا حاجه عشان نقعد نعبده، بالعكس بالعكس ما لقينا منه الا الشر. عشان الناس ما تقعد تعمل لنا جين في راسنا، ما لقينا منه خير، ما شفنا منه خير. بيتفرج 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 بيتفرج، قاعد يتفرج عين، ما قادر. يفتحوا المدارس كانه البلد امنه، فتحوا الجامعات، فتحوا المدارس في مدني، الجنجويد دخل كانه مأمن البلد وكانه مظبط البلد وكانه صارف للناس رواتبها وكانه الناس المستنفرين مديهم سلاح. يا اخي المستنفرين ما قادرين يدون سلاح، مانعينهم من السلاح ليه؟ قال ما عنده جيش، جبنا له مستنفرين 500 ألف، ما سلحون ليه؟ طالما هو ما داير يدافع وما عنده قوة، لو قلنا ما عنده جيش أكون كذبتها. أقسم بالله حطاب 30 ألف لون 6 8 شهور بياكلوا ويشربوا، 8 شهور هذي لك في حطاب بياكلوا ويشربوا، زهجوا زهجوا عديل، 8 شهور قاعدين ياكلوا ويشربوا. الجيش ما طالع ليه؟ الجيش طالع عشان يحارب، الحرب ده فيه الموت وفيه الحياة. فواحد يقول لي انت ما تجي، انا لو كنت ضابط عسكري وبصرف راتب من الدوله كان واجبي اشتغل ودافع. لو انا كنت ضابط عسكري ده واجب، انا ما ماضي عقدي مع الدوله السودانيه اني ادافع عن الشعب السوداني وباخذ راتب قصاده ودافع. لما نقول لبرهان برهان عسكري، انا ما عسكري،
واحنا قدمنا اللي بنقدمه نحن اضعاف اللي قدمه برهان. برهان ما قدم حاجه، برهان بالنسبه ولا والله ولا قدم حاجه. لو عليه برهان والله من اول يوم الشعب اللي كان ناصر الجنجويد ده بيموت وباي كان ناصره لو عليه برهان. لانك انت ما فاهم حاجه ولا عارف حاجه، لانك انتوا اللي بتخربوا البلد، لانك انتوا اللي بتخربوا الحاكم، انتوا الناس الصفاقين الرقاصين الطبالين اللي ما بتفهموا وطن يعني شنو. انتوا الناس اللي دارين تحبوا وتريدوا اي زول يجي فوق تريدوا، اي زول يعمل لقطه تريدوا، اي زول يمشي مشي كده تريدوا، اي زول عنده قضيمات تريدوا. جا حمدوك من هناك اضنين طوال شلاظيم كرشه كبيره قصير زي انبوبة الغاز، ردتوا ردتوا على شنو؟ ما بس حمدوك في شنو؟ انتوا ربنا بس مديكم ريده، اكثر من الريده ما عندكم حاجه. عشان كده الريده دي ما تجيب لي هنا ولا تقول لي ما عجبك البوس، عندك 500 طبال الطبالين راقدين صفحتي دي ما القى فيها زول بيطبل. لقيتك انت غلطان على نفسك وغلطان على ميتينك، بنعلق ميتينك وميتين ميتينك. انا ما فاتحها صدق دي ده صفحه بتاعت وطن، اي كلمه بتتكتب فيها بمصداقيه وبشرف، كلمه بكذب ونفاق ما بكتبها، بغش ما بخدع ما بخدع. خلاص دي انتهينا، المرحله دي انتهينا، دار تقعد في الصفحه انت عارف مبدئي ما عارفه، انا ما دايرك امي شوف صفحه ثانيه. لقيتك دار تعمل فيها هنا بنى عليك انت وهلك، بنى عليك عديل بالواضح والصريح، ولا بلف ده وطن وده وطن، ولا لف ولا دوران. احنا عندنا وطننا اهم من اي حاجه. انا كنت بشتغل لايف وبيحضروني 10 وبوصل رسالتي وصلت، وللان اللايفات قاعده بطلعوا فيها، يعني ما فارقه معي يحضرني 100 يحضرني واحد يحضرني، انا بكون مقتنع بكلامي انا مبسوط. لكن احضروني من 100 وانا بكون ما مقتنع باللي بقوله ما بعمله، عشان انت تديني ما تديني لايك ولا تدعمني ولا دار منك حاجه. وطز طالما ده عقلي وطز عديل ده الحق. برهان ما عنده حاجه يقدم اكتر من اللي قدمه، اكتر من اللي خربه ما عنده، ما بقدم لك غير الخراب. نحن دارين دماء جديده، دايرين حماس جديد، دايرين عقلية جديدة، دايرين الشعب ذاته يعرف. الليلة لو يتغير الشعب ده كله بينطفط، كله بيطلع الشارع، كله بيدعم. ما كذب عليك الشعب، المعركة الكاتلة منه كاتلة برهان، ما مدي المعركة حجمها، ما مديها إعلام، ما مديها التلفزيون مشغليته تومانجيري 24 ساعة. خلنا عندي معركة وناس بتموت تومانجيري جاري وسكنه 24 ساعة تومانجيري، عملوا لنا توجيه معنوي، عملوا لنا وطنية، عملوا لنا حسن خليفة العبراوي، عملوا لنا جيجم تومانجيري. حارب وطن، ناس بتموت، ناس دايرة طاقة، ناس دايرة تعرف معلومة، تومانجيري ما مدينا حجم المعركة. لو انت بتدي المعركة حجمها والله الشعب ده تطلع تتكلم تلقى كله منتظرك وكله في الشارع. اقسم بالله العظيم اسأل الناطق الرسمي بتاع الغسام بيطلع بيتكلم اليهود بيحضروا. ليه؟ لانه المعركه اعلاميه، لانه ده كلمه صادقه بتقع زي السيف. احنا بنعمل بيعمل، احنا بنسوي بسوي. انتوا المعركه دي قاتلين فيها حيل الاعلام، المعركه دي وكاننا مجبورين على جبر، كان المعركه دي هذا واجب، كانه المعركه دي ما عندكم فيها نفس، كانه المعركه دي بس كده ناس جابرينكم عليها. يا اخي دي معركة بتاعت وطن، دي معركة مفروض كل يوم 24 ساعة التلفزيون يكون شغال توجيه معنوي، وتتفتح يوم الجمعة استنفار، والتلفزيون على الهواء مباشرة، ودعم القوات المسلحة ومساحات زمنية كبيرة. ده الجيش، انت قاتل ام البلد، انت قاتل المستنفرين، انت قاتل الحماس، انت قاتل اي حاجة بتتكتل قاتلة. في شنو؟ دي معركة، دي معركة مفروض الصوت كله معركة، جيش اغاني كلها جيش، مفروض البلد كلها لابسة، الموظفين لابسين جيش، تعبية عامة، المدرس بيلبس كاكي، المنو بيلبس كاكي، في السوق بيلبس الكاكي، تعبية عامة عشان الناس يحسوا بأنه المعركة دي عظيمة. لكن اديني قول لي المعركة دي عظيمة، أنا أحسها كيف؟ غايد بتاعي بتاع الدولة من بلد لبلد، والتاني فاتحة ماشي طالع والناس بتموت في بلده، الناس بتموت في بلده وبيهجروا فيه وبدقوا فيهم بسطان العنج وبيسرقوا في البلد وهو ماشي يشيل فاتحه برا. الشعب داير منك الفاتحه، الشعب داير منك المواساه، الشعب داير منك التطمينات، الشعب داير يسمع الحقائق، الشعب داير حاجات كثيره انتوا فاقدينها.
انتوا ما بتعرفوا حرب يعني شنو، انتوا ما ناس ما عندكم العقلية، انتوا ناس درستوا اتأهلتوا كنتوا أقدمية لظروف ما، لكن الأقدمية دي محتاجة وعي، انتوا ما عندكم، انتوا جيتوا صدفة، جابتكم صدفة بشنو؟ جابوكم باللف والدوران، ما جيتوا تراتبية عديل، لا مكانكم الآن ما هنا، دي الحقيقة. لو جينا للحاجة اللي حصلت 2019 مكانكم ما هنا، ما هنا نهائي، ما هنا. عشان كده الكرسي فاضي، عشان كده الناس ما قادرة تقود دولة، عشان كده الناس ما عارفة تعمل شنو في الحرب، عشان كده ما عارفين القرارات اللي بيتخذوها شنو. ليه؟ لأنكم ما عندكم خبرة كافية. هنا النقطة سطر جديد، موضوع انتهى. بس نمشي يا جماعة للميدان، في شغل اشتغل شغالين في مدرمان، لما قلت لك من بيت لبيت اقسم بالله شغالين من بيت لبيت. شارع الدومة ده نظفوه على بكرة أبي، الشوارع اللي حوالينه من بيت لبيت من بيت لبيت، العمل الخاص ما خلت جنجويدي، هيئة العمليات شغالة ولا كلمة، شغل ميداني ولا كلمة ولا كلمة. في شغل بتاع مفاجأة، في شغل بتاع مفاجأة بكرة وبعد بكرة بزعله، أقسم بالله العظيم أنا بقول لك الحق، بكرة بعد بكرة بتعرفه، بتعرف شغل بكرة بعد بكرة، كلامي ده بتسمعه، دي الحقيقة. بهناك ضربوا ودراوة العيدج، المصانع بتاعت الدجاج موت بالجملة، متلميين وماخدين راحتهم وما خدتين طيران، الناس زي اللي انجغموا أقسم بالله على بكرة أبيهم، تاتشر ما طلعت. الفيديو رسلته لك ده نزلته، ما في زول نزله، نزلته أنا، مرسله لي واحد من هناك في الخاص، نزلته أنا في صفحتي، انجغموا جغم الجن ولا تاتشر ما طلعت. عملوا الضربة الأولى عادا لهم بالثالثة، طبقا لهم بالرابعة، ما خلوهم الطال كله أبعدهم، أكثر من 18 19 تاتشر 19 تاتشر ولا تاتشر طلعت، ما في ولا تاتشر طلعت، ما في. مشوا الناس ذاتهم عشان يصوروا، بكرة احتمالنا ننزل لك صور في التليجرام، احتمالنا ننزل لك صور في التليجرام. كمية يعني الجيش شغال 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 والله شغال، لكن الجيش بينكسر بعدم المواكبة من القيادة. يا جماعة مستحيل لما تتصل عشان محتاج طيارة تلقى التلفون بتاع الغايد قافل، تتصل برسلان عشان الطيارة تتحرك تلقى التلفون ما في، لا يمكن الوصول إليه. يعمل شنو؟ يتم بعجلة؟ ما مرات الأمر ذاته خطينه في حتات، المفروض الأمر الميداني ده يكون جوا، الطيران ده يكون معاه، التعليمات تجي من الميدان، ما في حاجة سيمة مركزية. كلام ده قلنا زمان، ما في حاجة سيمة تعليمات مركزية وتعليمات لا تعليمات من حسب الحوجة. عسكري طلب منك الطيران يجي طوال الطير تمشي، لكن لما ندون الإذن ولما ندور ولما نسخن ولما نعبي ويكون العدو دخل، يكون العدو دخل ويتوهط ونام، يكون جماعته دقوه، ودي للأسف دي من العيوب ومن السلبيات الكبيرة جدا جدا، دي من العيوب والسلبيات الكبيرة. أغلب المناطق سقطت من الطيران، ما في تغطية بتاع الطيران، حتى بعد ما سقطت المواقع ما دقت. هتجي تقول لي والله خطة من جبل أولياء، من قبل جبل أولياء، من الاحتياطي، ما كانت قدام عينك الاحتياطي، الجيش اللي كان في الاحتياطي يملى الخرطوم وغير كله انسحبوا، يا ريت لو شالوا سلاحهم ولا ضربوه خلوا السلاح لهم عشان يسلحوا. كذلك امس منو بيقول لك ما في سلاح؟ اقسم بالله مدني كلها سلاح، صوروا لك مخزن كبير استلموه بتاع سلاح الجنجويد، ما تسمع في السلاح، السلاح مليان سلاح، ما تسمع لا سلاح لا عتاد لا قوه لا شجاعه، خيانه، ما تسمع خيانه، ما عنده اي سبب، سلاح موجود وقدام عيننا، شفنا الفيديوهات، اقسم بالله شفنا الفيديوهات، سلاح موجود. كانوا سلحوا المستنفرين زمان، كانوا لا ما ابو رفضوا يصلحوا المستنفرين، لما جه سلحهم لبيب، لما سلحهم اللي هو لبيب وصل هناك سلحهم، هو سلح المستنفرين، كسر المستودع بتاع السلاح، كسروا عديد عشان يسلحوا، دي الحقيقه. يعني ما تسمع يقول لك والله ما في خطه، خطه شنو؟ يا تخطة اللي بتستحب لي من الاحتياطي ومن اليرموك وتديهم مكان الأسلحة وتقول لي أنا بقاتل ودائرة أجيب النصر، أنا كيف أصدق أنك أنت دار تنتصر وأنت بتسلموا لي السلاح؟ الناس زي لما دخلوا الاحتياطي المرة الفاتت، الناس زي كانوا خلصانين، أقسم بالله ما لاقينا الطلقة، بيشتروا الطلقة ب 150 ألف
والكلام ده احنا عندنا باللايف طلعت قلته 150 الف كانوا بيشتروا الطلقه من السوق، ما في، انسحبوا لهم من الاحتياطي وسلمونا الطلق، سلمونا الذخيره كلها وقعدوا برا يلقطوا فيها والطيران ولا جاون، ومطمئنين انه ما حيجون طيران، قعدوا ونقلوا وجابوا الدفارات وشالوا والطيران ما في. دي تقول لي ممكن يكون ده دار يجيب لي انتصار؟ والله الا كان انا ما بفهم، الا كان انا ما بفهم، ما هي شغله واضحه. هو الدار يبيع ده اللي يقول لك انا بايع انا بايع انا بايع، الدار يبيع ده ما ظاهر، ما في امامه، ما في الحصر في مدني، ده انتهى، انتهينا منه خيانه. والدليل انه طلع طوالي لانه الشعب السوداني زعل، ولان مدني بحي مدني ما اغلى من الجنينه، في ناس طوالي قلبوا عليك عنصريه، الجنينه ما سلموا ليه؟ مدني دي يا هالجنينه ويا هالفاشر ويا هنياله، مدني دي السودان كله، مدني السودان، مدني دي يا هل بتاكل الناس، مدني دي اللي كانت بتاكل الناس زمان ما في بترول، مدني دي بتاكل ليه نمولي؟ الفتريت اللي بشيلوها من مدني، العيش ده بشيلوه من مدني، مدني دي كانت الاقتصاد القطن، مدني ده التاريخ حقنا وحقك انت ذاتك، اهلك هنا ذاتهم في مدني، مدني فيها نسيج اجتماعي من كل القبائل في السودان، من كل الاغاليم في السودان في مدني، مدني ما حكر على قبيله ولا حكر على اثنيه ولا حكر على جماعه ولا حكر، لا لا، حقتنا كلنا كسودانيين، عشان كده هبشتنا في اللحم الحي. مدني دي ما حقت قبيله ولا حقت ناس، كل الشعب السوداني عنده. يا هلا كانت بتصرف علينا، ويا هلا كانت كافلانا، ويا هلا كانت بتاكلنا، ويا هلا كانت بتشربنا، ويا هلا كانت اقتصادنا، وكانت كل حاجه. مدني غالي علينا. مدني ملتقى طرق، ماشي الغرب بتمشي بمدني، ماشي الشمال بتمشي بمدني، ماشي الجنوب بتمشي بمدني، ماشي الشرق بتمشي بمدني. مدني ما حاجه كده بس مدني خلاص، لا 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 لا، مدني تاريخ، مدني تاريخ، عشان كده زعلنا من جوا قلبنا، قسما بالله ما في سوداني اكل اليوم ذاك. انا اثق واحلف على 100 اليوم مره، في ناس لليله ما اكلوا. والله في ناس لليله سودانيين والله ما اكلوا. والله في سودانيين 3 يوم والله ما اكلوا. والله العظيم ما اكلوا. دي حقيقه، لانه المرء توجع مدني والله راجع يراجع، هو بشر ولا ما بشر؟ اي زول ما وجعته والله يراجع نفسه. يراجع يشوف نفسه هو تابع للبني ادمين ولا بسم الله ما شاء الله. يراجع نفسه. مدني علمت اي زول؟ مدني علمت ناس، وعلمت المستنفرين الجايين، وعلمت الناس النازحين، وعلمت الناس اللي بجوا، وعلمت كل زول يتعلم. لانه مدني ماما مدني مدني دي مدني دي مدني 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 اي حاجه مدني. الناس احنا لما نتكلمنا في هاي وجعتنا الجنينه ووجعتنا كله وجعت، لكن مدني غير. مدني حقتك انت قبل ما تكون حقتنا نحن. مدني انا ما عندي فيها بيت. مدني حقتك انت بتجي من هناك، كل الناس ما في زود. مدني دي هو الحضن حقنا كلنا، مشتركين فيها كلنا مدني. ما حقت ناس ولا حقت قبيله ولا حقت اولاد فلان ولا اولاد فلان، ده حقت الوطن. دي مدني، بس كفايه انها مدني. كفاية أنها مدني. الناس ما تأخذ المواضيع مدني دي ما سهلة، عشان كده نحن طالبنا مدني ترجع، وبإذن الله تعالى مدني ترجع والناس تحتفل الفرحة العظيمة. بإذن الله تعالى مدني ترجع ومدني راجعة، وشاء من شاء وأبى من أبى، وبنقول لكم مدني راجعة. في حاجة أخيرة، طبعا الأوردر المعهود مجرد ما الشعب يقوم الحملة ضد البرهان، هنا طوال القحاطة بيصهروا. أنا كلمت كم يصير لايف، بيطلعوا القحاطة بيقول لك خلاص البرهان ديمش والبرهان ما. ليه؟ عشان انت تقول ديل شايتين معي فيك. دي السياسة اللي احنا عرفناها. السياسة دي انا جبتها من وين؟ انا يعني انا بعلم الغيب؟ لا، انا اديك السياسة دي انا جبتها من وين؟ ايام التصور ان احنا بنطلع بعد ما القحاطة مكن، واحنا قلنا ما دارين نون، قعدوا في السلطة قلنا ما دارين نون، وبقينا نطلع مليونيات. القحاطة عملوا لون صفحة باسم المؤتمر الوطني، صفحة مزورة أقسم بالله العظيم، موجودة الآن شغالة، بيستخدموها عند الحوجة، بيستخدموها في شنو؟ مجرد نحن ما دعينا لمليونية، طوالي بيطلعوا الصفحة المزورة تحت المؤتمر الوطني بيدعوا فيها للمليونية. ليه؟ عشان الشعب هنا يقول المليونية دي تحت المؤتمر الوطني. نفس الفهم، نفس الفهم الآن شغالينه معانا مع البرهان، أقسم بالله العظيم بالكربون.
كأنه بس شلتها من هناك طبحتها جبتها غيرتها بس ياهو. دي الحقيقة. يطلعوا لك يقول لك الآن البرهان والبرهان ليه؟ عشان انت مطالب. أهدى شوية ما بتسمع برهان، ما بتسمع برهان ولا بتسمع أي حاجة. شفت مجرد ما الجيش اشتغل ومجرد ما الجيش سوى ما بتسمع أي حاجة ولا بتسمع كلمة. بعد ما انت تجي خلاص تحصل لك حاجة تيجي تتكلم تقول البرهاني مش طوال، يطلع لك صلاح مناع، يطلع لك ياسر عرمان، يطلع لك هنايك خمسة، يقول لك لازم البرهاني مش. انت هنا طوال بتتراجع تقول الناس دي طالما دارين مش معناته احنا لو فتنا مش متوفينا، ومش متوفينا دي يا هل مشكلة حقتنا كشعب سوداني في الأربع سنة الفاتت. دي اللي رجعتنا لورا، دي اللي خسرتنا ثورتنا، دي اللي خسرتنا بلدنا مش متوفينا. أي حاجة عملت خدتوه في شماعات مش متوفينا. أي شيء عمل، أي جوع جوعناه، أي دمار دمرناه، أي غلب تاع معيشة مش متوفينا. تتكلم مش متوفينا يا جماعة، ما دارين النقد هنا يدر فحتوا لنا السير مش متوفينا. ما تتكلم يا جماعة، ما لاقي أكل ما تتكلم، الكزام مش متوفينا يا جماعة. البلد دي تزعى طويلة ما تتكلم، الكزام مش متوفينا. حمدوك فاشل يا زول، حمدوك كويس مش متوفينا. ودي الحقيقة. الآن نفسي مش متوفينا، لقيناه معانا ناس مش متوفينا، سبحان الله لقيناه راكبين معانا، ظهروا لنا الآن ظهروا لنا ناس مش متوفينا، ناس مش متوفينا ظهروا لنا، هذين راكبين معانا بنفس النغمة مش متوفينا. يا زول برهان ده ما ضيعنا والبلد وسلم مدني، يا زول ما تتكلم، الجنجويد بيشمتوا فينا والقحاطة بيشمتوا فينا، يا زول برهان وقعنا من الجبل طلع ميتينا بيشمتوا فينا. نفس الفهم دين نحن نقول لهم شنو، دين نقول لهم شنو يا جماعة بأمانة. ما دي الحقيقة، أنا بديك تفاصيل، دي الحقيقة. شماعات بيشمتوا فينا، هل في دولة بتنتصر بيشمتوا فيها؟ في دولة بتتقدم بيشمتوا فيها؟ في دولة بيشيل تمرد بيشمتوا فيها؟ ما بتشيل وبيشمتوا فيها، دي ذاتها شنو؟ الدولة لو ما دايرة يشمتوا فيها بتمشي دغري عشان ما في زول يشمت فيها، عشان ما في ناس تشمت فيها. الدولة بتشتغل دولة، الدولة بتفرض هيبتها، الدولة بتعمل قوانينها، الدولة بتمشي لشعبها عشان ما في زول يلقى فرصة يشمت فيها. نحن ما لدينا الناس يشمتوا فينا، انت برهان خلى الناس يشمتوا فيها. برهان بعد الوقفة دي وبعد الجيش واحد شعب واحد وبعد كده كله خله هو اللي بيشمتوا فينا. الآن برهان هو مقعد القحاطة حوالينه، الآن برهان هو اللي بيودينا للمحاور بتحت الشر، الآن برهان هو ما قادر يدين، الآن برهان هو بيحفينا، الآن برهان هو بيعمل أي حاجة غلط. وده كله ما بيشمتوا فينا، ده بيشمتوا فينا وبيشمتوا فينا وبيشمتوا فينا. انت داير ما يشمتوا فينا، امشي ليه برهان كلمه بس عشان الناس تكون واعية. أنا شماعات ما بيشمتوا فينا، بيشمتوا فيني دي أنا منزلها، قصة بيشمتوا فينا وده ده موضوع أنا مريت به وحضرت الفيلم ده، ومستحيل أجي أتقرطص به، مستحيل أجي أتقرطص به شماعات بيشمتوا فينا. أصله ما بتقرطص، طالما صح صح. مشينا مع الكيزان، الآن إحنا ماشيين وين؟ ماشيين مع الكيزان في صف واحد. ليه؟ الكيزان همه الوطن، إحنا همنا وطن. الآن دي الصورة قدام عيني، الكيزان لا طلعوا برا قاموا جارين، ولا مشوا العواصم برا، ولا شردوا وقاعدين بيكاتلوا شايلين سلاح وبيكاتلوا عشان الكيزان داعمين الحرب. أنا أقول لا أنا ما دعم الحرب، والله كذاب، والله أدعم وأقول لهم شكرا لكم كمان ما قصرتوا. يا جماعة الوعي ما كلمة بتتكتب وعي، ولا كذب وطلص ونفاق، الوعي تصرفات وفعال قدام عينك. احنا الان كلنا تلاقينا في حاجه واحده، لا جمعتنا قروش، لا جمعتنا وزاره، لا جمعتنا منظمه، جمعنا وطن. لا دافعين لنا، لا ادونا الرشوه، لا ادونا الرصيد، لا ادونا سندويتش، لا رسلوا لنا واحده عاهره في البيت. وطن جامعنا شنو وطن؟ وطن يعني شنو وطن؟ ما بعرفوا. القحاطه ازالوا من بيوت الضعار، ازالوا من القزازه تحت المريسه بيكم، أزالوا من كيف يعملوا الكيس لبرا وربا، بيوروك كيف يعملوا الكيس، لكن تزالوا من وطن ما عندهم، ما بيعرفوا الكلمة دي، الكلمة دي ما حسوها ولا عاشوها. أزالوا من المناصب، أزالوا من القروش، أزالوا من المنظمات الدولية، أزالوا من الاتفاقيات، أزالوا من المثليين، أزالوا من وزير النوع، لكن ما تزالوا لي من وطن.
ما تزعلوا من وطن. الان احنا والكيزان والشيوعي في شيوعيين الان بيدعموا الجيش، انا اقول لك ديل معاون كلنا واحد. ليه؟ لانه ده وطن. انا ما بعين ليمين منه وشمال منه، انا داعم جيشي. اي زول من حقه يدعم جيشه، البلقى داعم معاي ده انا بحترمه جدا والله العظيم، ده انا بحترمه وما عندي معه مشكله تاني. طالما جمعنا وطن مستحيل يفرقنا حزب، مستحيل يفرقنا منصب ولا يفرقنا كرسي. احنا تلاقينا في شده، تلاقينا وقت الوطن محتاج، تفتكر تاني كرسي يفرقنا ولا وظيفه ولا حزب ولا كلام فاضي؟ ما في. بيفرقونا تاني بيقالوا قلنا وديل كعبين وديل، ما بصدق. انا شفت قدامي هدول، هدول شفت الكيزان شايلين سلاح ونبكات، وهدول في مدني قاعدين، هدول في كل مكان. يجي يقول لي والله ديل كعبين، ما بصدق. بالعكس، ما هو كلام ولا ساي، معليش احنا بشر بنغلط، ما في زول ما بيغلط. ما احنا ملائكه لا ناكل ولا نشرب ولا ننوم ولا ولا ولا، احنا بشر، انسان بينسى وبيغلط وبتوب وبيستغفر. الاستغفار عمله ليه؟ لو الناس ما بتغلط ولا بتتوب ولا بتعمل ذنوب ما كان في استغفار. احنا بشر، كل الناس بتغلط وكلنا غلطنا، ما في زول ما غلط. لكن في النهايه في حاجه اسمها وطن. لما نحس بوطننا بضيع بننسى كل حاجه، بنعمل اولويه واحده لوطننا. انت معاي ممنوب الشمال، انا ما بعرفك، انت ماشي معاي في اتجاهي انا معاك في اتجاهك، باليمين معاي في اتجاهي انا معاك في اتجاهك. ما في حاجه بتخليني اكرهك ولا تكرهني، لاننا نحن ما جمعتنا منظمه ولا جمعنا مجتمع دولي ولا جمعتنا محاور ولا جمعتنا اجنده خارجيه، جمعتنا اجنده داخليه اسمها حب الوطن، اسمها الوطنيه، اسمها الجيش، اسمها جيش واحد، شعب واحد. دي الحقيقه. عشان كده نحن داعمين جيشنا وماشيين معانا كوس حبابه الف. انا عندي الكوس والله اسوى الاسر النجسه دي كلها الان، كلها قسما برب الذي خلقني. اي زول وط حرام طلع من البلد واقف ضد جيشه، انا ما عندي راجل ولا عندي زول عنده حاجه للوطن ده. وعندي ده أسوأ من مش الكيزان، أسوأ من بهناك الكيزان. ما في حاجه اسمها كوز وما كوز، الان احنا في وطن، الان احنا في وطن، الان احنا عبرنا وعي، عبرنا وحدة وطنية صحيحة، جابت الشدة، جابت الأزمة، جابت الحرب. ما وحدة وطنية بمحاصصات انت كم وانا كم، ما وحدة وطنية بانت كرسي وانا كرسي، ما بوحدة وطنية ديني هنا وانا اديك هنا، لا، وحدة وطنية طوعية اختيارية بكامل ارادتنا ووانا العقلية، داعمين لجيشنا الوطني، داعمين لجيشنا لمؤسستنا. خلاص انتهت. الله يديكم الصحة والعافية، وبإذن الله تعالى منتصرين. شاء من شاء وابى من ابى. وبنقول ليكم والله العظيم، شفتوا الجيش ده لو فضل اللبوات في الشوارع احنا معاه. السودان ده لو يتعجن طوبه طوبه ويتفرتق مدينه مدينه، ولو شفت باقي لنا غريه ام برنبيطه هناك، شفت في قرطفان اسمها ام برنبيطه باقي لنا هي، احنا كلنا جيش واحد، شعب واحد. والله ما نرجع ولا خطوه، والله العظيم ما ندعم المتمردين ولا ندعم الاعداء ولا ندعم الفلول ولا ندعم اولاد الحرام ليوم الدين. جيشنا ده والله معاه موت، معاه موت، شاء من شاء وابى من ابى، وبكيفنا ما بكيف اي رمه. الله يديكم الصحه ويديكم العافيه.